حالتك صاحبي يا سعيد. سعيد بعد الإفطار لا بيقدر يتحرك ولا حتى يتنفس، ومشكلة الخمول مش مرتبطة فقط بكمية وجبة الإفطار، إنما بنوعيتها كمان. كمعدل الرجل بيحتاج على الأقل 1800 سعرة حرارية بين الإفطار والسحور، والمرأة ل 1500 سعرة إذا ما مارسوا أي نشاط. وهالكمية يا سعيد لازم تقسمها على 3 وجبات، ونصيحتي لوجبة إفطار مثالية وصحية أنك تبدأ بثلاث حبات من التمر، وبعدها كمية من المي أو اللبن أو العصير الطبيعي بدون سكر مثل البطيخ أو البرتقال، وبعدها أقل شيء ممكن من المقبلات، لأنه أي شيء مقلي مثل السمبوسة أو الكبة عالي السعرات وقيمته الغذائية تقريباً صفر مع تسببه بالتخمة وارتفاع الحموضة. وما تنسى يا سعيد طبق الشوربة اللي بيمد الجسم بالمغذيات والسوائل، وأكيد السلطة. أما الطبق الرئيسي فلازم يحتوي على حصة من البروتين مثل اللحم والدجاج، حصة من النشويات مثلاً 6 ملاعق من الرز فيها 150 سعرة، وأكيد حصة من الخضار المطبوخة. وهالطريقة يا سعيد بنكون أخذنا المغذيات الكافية وتجنبنا الخمول بعد الإفطار. وعساكم دوم بصحة وسعادة.